يقول السائل: ما حكم من كان يظن أن تقصير الرأس هو الأخذ من مناطق متفرقة من الرأس وسمع ذلك ثم تحلل، فما حكم إذا علم أن تقصير الرأس يكون لعمومه، فماذا يفعل الآن؟ يعيد الملابس الإحرام عليه ثم يكمل تقصير رأسه، يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويكمل تقصير الرأس، لأنه لابد من تعميم الرأس بالتقصير كما أنه يعمم بالحلق، لأن التقصير بديل من الحلق، والحلق لا بد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير. وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس أو يستعجل أو يسمع كلام بعض العلماء أنه يكفي ربع الرأس، أو هذا كله لا دليل عليه. الدليل على أنه لا بد من تعميم الرأس، قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس، ما يقتصر على بعض الرأس لا يسمى رأسا، بعض الرأس، ربع الرأس، نصف الرأس ما يسمى رأس، الرأس هو كامل الرأس. نعم.